نحو واي. طيب ده واي 3. طيب احنا حددنا المحاور خلاص، لازم نحدد الترانسفورميشن ماتريكس. لو جينا عملنا حاجه دي الاتش بتساوي الروتيشن ماتريكس، هنا صفر 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 واحد، هنا الديسبيسمنت. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنطلع الروتيشن ماتريكس لكل واحد والديسبيسمنت لكل واحد، ونعوض بقى في الترانسفورميشن ماتريكس لحد ما نجيب الترانسفورميشن ماتريكس الكليه. طيب احنا عايزين الترانسفورميشن ماتريكس الكليه تعبر عن ايه؟ هتعبر عن الترانسفورميشن بتاع اليد فيكتور اللي هو بتاع الفريم 3 بالنسبه للترانسفورميشن بتاع الجيت فريم اللي هو صفر. وبالتالي احنا عايزين نحسب اتش صفر 3 ترانسفورميشن للانتر فيكتور بالنسبه للفريم 3. طيب ترانسفورميشن ده هيتحسب ازاي؟ هنقول ان ترانسفورميشن من صفر لواحد مضروب في ترانسفورميشن من واحد لاثنين مضروب في ترانسفورميشن من اثنين لثلاثة. تمام؟ وقلت لك احنا كده جبنا ترانسفورميشن من صفر لثلاثة. طيب هنبدا نجيب ترانسفورميشن من صفر لواحد، ناخد واحدة واحدة وبعد كده نضرب. ترانسفورميشن من صفر لواحد، صفر لواحد هيساوي خلاص اهو كده كده، ده واحد ده الستيك فاكتور بتاعتنا، ده روتيشن من صفر لواحد، كده ديسبيسمنت من صفر لواحد. طيب يبقى بالتالي اتش اتش واحد هنا هنساوي كده مصفوفة، هنسيبها دلوقتي. طيب أول حاجة عايزين نجيب الروتيشن حوالين المحور اللي هو روتيشن ار صفر واحد. الروتيشن حوالين صفر واحد هيكون عبارة، أول حاجة الروتيشن من صفر واحد بيكون حوالين محور زد، لأن لما المحور زد ده يدور عمال يجي الدور بستة واحد حوالين محور زد اللي هو الهول، وبالتالي إن المحور إن الفريم واحد ده هيدور معانا. يعني كل ما لو أنت جيت هنا خدنا كده ومسكت ضغطت كده، هقول الفريم رقم كل الفريم رقم 2 هيدور. تمام؟ طيب يبقى بالتالي هنا الدوران هيكون حوالين محور زد، يبقى صفر واحد هتساوي الروتيشن حوالين زد. طيب احنا حاطين الروتيشن حوالين زد؟ حاطين الروتيشن حوالين زد. كوساين ثيتا واحد سالب ساين ثيتا واحد، صفر صفر واحد، صفر صفر، ساين ثيتا، كوساين ثيتا واحد، كل ده واحد. طيب طيب ده قلنا ايه؟ دي مصفوفة الروتيشن حوالين زد اللي هو هيدور حوالين اللي هي بتبين الروتيشن للفريم ده حالة الزاوية دي ضايع، لأن ده بيدور حوالين محور زد. طيب لو جينا بصينا هنلاقي مثلا، بص كده للفريم ده، هناخد الفريم ده على جنب، هنعمل الفريم ده اللي هو فريم صفر عبارة عن اكس نون واي نون زد نون. الفريم ده عبارة عن اكس واحد واي واحد زد واحد، اكس واحد واي واحد زد واحد. بص الفريمين كده هتلاقي ان الفريم ده اساسا في الاصل يعني من قبل الزاوية دي مطلوب هو داير او عم حصل له دوران او روتيشن عشان يوصل بالشكل ده، لان هو مش منطبق على الشكل ده، لان اكس واحد اكس واحد اكس واحد، لكن اتجاه واي واحد مش في نفس اتجاه زد واحد او اتجاه زد واحد في اتجاه واي واحد، فهو محصول دوران. طب انت لو جيت تعمل شكل دوران كده، لو انت مثلا عايز توصل الفريم ده كده حوالين، لو انت عايز توصل الفريم ده للفريم ده او يعني واحد فيهم للتاني، فانت لو خدت الفريم اللي هو الصفر ده كده وضربته بمنطقه 90 درجه حوالين محور اكس، انت مسكت اكس كده وضربته 90 درجه، هتيجي تلاقي ان محور واي بقى في اتجاه محور واي واحد، ومحور زد بقى في اتجاه او زد نوت بقى في اتجاه زد واحد، وبالتالي انت كده ضربت في الدوران يعني او الفريم ده محصول دوران اساسا على محور اكس نوت بمقدار 90 درجه. طيب هنيجي احنا خلاص لازم بقى نعمل الدوران، الدوران اللي محصول له في الاساس اللي هو ار اكس 90. طيب ار اكس 90 90 درجه. طيب احنا الدوران حوالين اكس عارفين اهو ده عباره عن واحد صفر 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 صفر
كوساين 90 سالب ساين 90 ساين 90 كوساين 90 تمام. طيب احطه هنا كده. هنا 1 0 0 0 0 كوساين 90 0 زائد 1 ساين ب 1 كوساين 0 تمام. فلا احنا خلاص محتاجين ده الار اكس اس، احنا عايزين نعرف ده، وبالتالي الروتيشن هتيجي كده المستطيلين في بعض هتساوي يبقى صفر واحد هتساوي تضرب المستطيلين في بعض هتاخد الصف ده كده تنزله بقى في معمول وتضربه في الصف ده بقى نص بعض، كانت تضرب الكوساين في واحد يبقى بقى عندك كوساين سي سالب ساين في صفر وصفر صفر صفر بصفر، يبقى انت هتبقى لك كوساين واحد كوساين ستة واحد. خد الصف ده او اللي الصف ده خليه عمود اهو، يبقى الكوساين هنضرب في صفر يبقى صفر سالب ساين في صفر بصفر صفر في واحد بصفر، يبقى هنا هنحط هنا صفر. طيب خد ده هنضربه هنا كوساين في صفر هيبقى صفر زائد سالب ساين في سالب واحد بساين يبقى ساين زائد صفر بصفر بصفر، يبقى انت هيبقى لك بس ساين ثيتا واحد. طيب ناخد الصف الثاني ساين ساين ثيتا اللي هو ساين ثيتا واحد ثيتا هتنضرب في واحد وكوساين هتنضرب في صفر يبقى صفر زائد صفر بصفر بصفر، يبقى لك ساين. هنضرب في الصف الثاني او العمود الثاني، الصف الثاني هنضرب في العمود الثاني هيقف كده، وبالتالي السنة هتضرب في صفر بعد صفر، هتضرب الكوساين في صفر بعد صفر، هتضرب الصفر في واحد بصفر، يبقى انت هتحط هنا صفر. طيب هتيجي تاخد الصف التاني برضه، هنضرب الصف التاني الساين في صفر بصفر، الكوساين سالب واحد بعد سالب كوساين، الصفر بصفر بصفر، يبقى سالب كوساين. بعد كده تاخد الصف التاني تضربه في العمود الأول صفر واحد صفر زائد صفر 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 زائد واحد صفر صفر، يبقى هنا صفر في العمود الثاني الصف. طيب باقي كده الصف اللي هنضرب الصف الثاني في العمود الثاني هنضرب الصفر بصفر بصفر زائد صفر صفر بصفر زائد واحد في واحد بواحد، يبقى انت صفر زائد واحد بواحد. بعد كده نضرب الصف الثاني في العمود الثاني الصف الثالث يبقى صفر صفر بصفر زائد صفر في سالب واحد بصفر زائد واحد بصفر بصفر، يبقى كله بيساوي صفر. طيب يبقى الروتيشن من صفر لواحد هيكون الصورة بتاعته دي. طيب احنا المصفوفة دي في كل مرة حضرتك تبص نطلع الفريم كده ونشوف وضعها ازاي بقى، وتحدد بقى ده في اتجاه المدى وده في الاتجاه السليم ولا في طريقة أسهل؟ لا في طريقة أسهل. هو الدوران ده عبارة عن مسافة صح؟ زي احنا وضحنا في الأول خالص. فأنت هتيجي المصفوفة دي كده، يعني احنا هناخد المصفوفة دي كده على جنب ونشتغلها هنا كده. عايزين نجيبها يعني. هتكون عبارة عن ازاي؟ تكتب هنا كده اكس واحد واي واحد زد واحد. هنا اكس نود واي نود زد نود. طيب ايه ده؟ هقول لك هات اكس واحد وتطلع بتقع في المحاوله دي بالنسبه للنون، يعني مين مثلا بص لاكس واحد، اكس واحد دي هتيجي تلاقيها بتقع في اتجاه ايه؟ بتقع في اتجاه اكس واحد اكس نون صح؟ يبقى انت هتيجي في اتجاه هتيجي عند اكس نون كده وتحط واحد تمام؟ طيب طيب هو ايه واحد؟ عشان دي 90 فاللي هو ايه؟ اما ساين اما كوساين فده مقدار واحد. طيب تيجي تشوف اكس واحد في اتجاه واي صفر هتلاقيها صفر يبقى صفر. هتيجي اكس واحد في اتجاه زد صفر تعملها اصبح عليها تلاقيها صفر يبقى تحط صفر. اهو يعني مثلا تاخد اكس واحد كده تعمل لها اصبح هنا كده تبص عليها كده كده هي ده بتقع بنقطة عن صفر. طيب تعالى نشوف واي واحد، واي واحد اهو واي واحد ده اصبح بالنسبة لاتجاه بتاع اكس واحد اسكتوا عليه كده هتلاقيه صفر لأنه هيظهر نقطة عن صفر. طيب اسقاط واي واحد على واي نور، واي نور برضه اسقاط عليه هيكون صفر لان هو عمود عليه.
Entonces, طيب واي واحد ادي ايه ان هو لما تيجي تسكتوا على زد واحد تبص له عليه كده او على زد بدون اوبشن ادي ايه عباره عن واحد لان موازي ايه؟ يبقى واحد. طيب تعال ناخد زد زد واحد زد واحد ادي نبص سكت على محور اكس واحد يعني انت لو هي هنا كده زد واحد سكت على محور اكس واحد على محور اكس نور هتكون بصفر لانها عمليه عليه قلت لها تكون هنا صفر على محور على محور واي واحد هي بتمر بيه اساسا على محور واي نون اسقطها على واي نون زد واحد اسقطها على واي نون هي بتمر بيه فبالتالي هي بس بتمر في الاتجاه السالب يعني سالب واحد زد واحد بالنسبه لزد نون هي عمليه عليه اسقطها عليه بصفر وبالتالي احنا حصلنا على النصوصه ديت او النصوصه ديت من غير ان احنا نشوف ان هو ضابط هنا عليه محور اكس او محور واي او محور زد عن طريق ان انت تشوف هو ده بيقطع قد ايه من محور زد يعني مثلا هتشوف مثلا محور يعني راجع مصورة تاني كده هتيجي تشوف محور اكس واحد هما المحور كلها كانت عاملينها على بعضها فاكس واحد دي تلاقي في اكس نوت يبقى انت تحط واحد يبقى اس فور طيب هتيجي تشوف واي واحد هتيجي تلاقي له بيكون في اتجاه ايه زد واحد يبقى انت في اتجاه زد نوت يبقى انت تيجي عند زد نوت واي واحد تحط واحد والباقي صفر وكذلك زد واحد تيجي تلاقي في اتجاه واي نوت بس في الاتجاه السالب لما انت تيجي عند واي نوت زد واحد وتحط سالب واحد والباقي تحطه صفر لان هو منفي ما بيطلعش تمام؟ تمام طيب احنا كده جبنا ار صفر واحد عشان نكمل الترانسفورميشن ماتريكس عايزين نجيب الديسبيسمنت طيب الديسبيسمنت خلينا نفرض المسافه من هنا هنا من الجيت دي للجيت دي عباره عن ايه؟ طيب إيه عشان تجيب ال عشان تجيب ال فانت الديسبيسمنت هتكون هتساوي مصفوفه 3 في 1 صح؟ صح طيب إيه اول حاجه هتيجي تبص تلاقي ان الـ ان الـ ان الفريم ده حصل له ترانزليشن على او حصل له ترانزليشن على محور الست بمقدار ايه؟ ده انت كده نزلت واحد اتحرك بمقدار ايه؟ في اتجاه زد طيب اتحرك قد ايه في اتجاه محور واي؟ عايز تشوف بقى اتحرك قد ايه في محور واي؟ بص لو جينا بصينا للفريم ده من فوق كده يعني انت جيت عملت اسقاط الفريم ده بصيته من البلانكت فانت هتشوف ايه؟ انت هتشوف الجيت ديت عباره عن عباره عن دايره صح؟ هيكون دايره بالشكل ده. طيب ادي الاسفار هتشوف الجيت دي عباره عن دايره، بالتالي هتشوف اكس نول واي نول اكس نول واي نول تمام انت كده شفت اكس نول واي نول شفت اللينك ده؟ اللينك ده هتلاقي عليه تبص عليه برضه هتلاقي في اتجاه محور زد انت هتشوفه هنا بنقطه تمام وبالتالي انت شفت هنا بنقطه وبالتالي لما مهما مهما الجوينت سي ده تغير فانت هتشوف نقطه برضه انت هتعرف ما حصلش ترانزليشن في اتجاه واي وفي اتجاه اكس يعني انت هتيجي ترسم الجوينت دي ترسمها عليها هنا كده دي الجوينت اللي هي رقم 2 ترسمها عليها كده بالتالي ما حصلش ترانزليشن في اتجاه ده اكس واو هتحطه بصفر طيب خلاص كده ترانسفور المصفوفه رقم واحد اللي هي الترانسفورميشن اللي حصل اللي يعني الانتقال والدوران اللي حصل للجينت رقم 2 بالنسبه للجينت رقم او جينت رقم او الفريم رقم 1 بالنسبه للفريم رقم 0 هيكون جاهز في اتش 0 1 حط الروتيشن ماتريكس اللي عباره عن كوساين ثيتا واحد صفر ساين ثيتا واحد هنا صفر 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 هنا واحد طيب هنا هنحط هنكمل الترانسفورميشن اللي هي الروتيشن ماتريكس اللي هي اس ثيتا واحد صفر سالب كوساين
Сидя лахе, едно сърце, лахе, сърце. Дисплесмент, анхатно сърце, дисплесмент е на бе сърце, сърце. Е, лахе. Але му, да, три лахе, да начин. Салон, ой, те, на кеда фасонала, а трансформиша, اللي هي الروتيشن والديسبيسمنت اللي حصلوا للفريم واحد لما اتحرك الفريم ده بزاويه سيتا واحد. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب اللي هي ترانسفورميشن اللي هي اتش 1 2. طيب ترانسفورميشن اتش 1 2 هتساوي ايه؟ هنجيب الروتيشن بين 2 1 وكذلك الديسبيسمنت بين 2 1 ونعوض المصفوف ونعمل المصفوفات وبعد كده بنضرب المصفوفين مع بعض. طيب خلاص احنا كده مش محتاجين اللي هي اوسط واحد و عايزين نحط ديت. طيب انا حاجه هنا. طيب خلاص احنا اتش 1 2 وهنحط باين عشان نضربهم في الاخر في بعض. عايزين نجيب اتش 1 2. طيب اتش 1 2 نيجي نسميها هنا سريع اتش 1 2 هتساوي بنحدد احنا عايزين نجيب ايه هنا صفر 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 1 هنا دي 1 2 هنا R1 2. طيب R1 2 الجوينت دي بتدور حوالين محور Z يبقى R1 2 عندنا بصمة R1 2 بتساوي هنقول ان ده الدوران بيحصل هنا حوالين محور Z يعني نشوف نشوف الدوران حول Z يبقى ده عباره عن ساين سيتا 2 ساين ساين سيتا 2 صفر صفر واحد صفر صفر ساين سيتا 2 وساين سيتا 2 تمام. طيب نبص المصفوفه ديت. المصفوفه ديت معمول لها روتيشن حوالين ديت ولا لا؟ لو جينا بصينا هنيجي نلاقي مثلا زد واحد زد واحد في نفس اتجاه زد زد اتنين في نفس اتجاه زد واحد و x1 في نفس اتجاه x2 و y1 في نفس اتجاه y1 يعني ديت الروتيشن اللي هيحصل المصفوفه ديت لما السيتا دي تتغير هيكون عباره عن الروتيشن اللي ناتج من دوران الزاويه ديت والمصفوفتين والفريم ده او الجنت ديت في نفس اتجاه الجنت ديت فانت بتضربها هنا في مصفوفه الواحد اللي هي 1 0 0 0 و 1 0 0 صفر واحد. وبالتالي طيب جبت المصفوفه دي لو انت مش عايز تعرف ان هي مصفوفه الرابطه ولا لا نمشي بنفس الطريقه هتقول ان ده اكس واحد واي واحد زد واحد وده كده هنسميه بس من الناحيه الثانيه اكس نور واي نور زد نور. تعال هات اكس اثنين لا لا دي مش نور دي واحد بس من ده لازم يكون واحد ودي اثنين يبقى دي واحد لا دي واحد 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 ودي اثنين 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 اثنين. طيب تعال هات اكس اثنين اكس اثنين هنيجي لعبة تجاه اكس واحد لما تجاه اكس واحد حط واحد في هنا حط واحد في اكس واحد وصفر وصفر عشان يعمل ايه عليه كذلك واي 2 واي 2 هنيجي نلعب موازيه واي واحد بالتالي هنحط صفر في اكس واي واي واحد وصفر في زد واحد زد في بص تاني زد واحد او زد 2 في نفس اتجاه زد واحد وبالتالي المسافات هيكون في اكس واحد صفر وواي واحد صفر وزد واحد بواحد. طيب تضرب المصفوفه ديت في الوقت هيطلع المصفوفه ديت لان انت اي مصفوفه غلط في المصفوفه لوحدها هتديك هتديك المصفوفه زي نفسها تمام. يبقى بالتالي ار 1 2 عباره عن مصفوفه اللي هي الضرر هننزل لان المصفوفه لوحدها مش هتغير فيها حاجه. طيب عايزين نجيب الديسبليسمنت 1 2. طيب الديسبليسمنت 1 2 هقول لك هنيجي ناخد اسقاط هنيجي نسقط نعمل اسقاط للجوينت دي كده في اتجاه في محور اكس واي تمام. وبالتالي لما تيجي تعمل ده اتجاه محور اكس واي
هتشيل هنا كده الجيت رقم 1 هتشيل رقم 1 صح او الفريم رقم 1 هتشوف فيه اكس 1 داخل اتجاه كده واكس وواي 1 هتلاقي خارج منه هتشوف كده طول اللينك اللي هو عباره عن موضوع هنا كده هنسميه ب 2 اللي هي المسافه من هنا لهنا هي عباره عن ايه؟ 2 فانت هتشوف برضه ايه 2 هنا لحد هنا كده فهتشوف اكس 1 واي 1 اللي هو هنا برضه او اكس 2 واي 2 طيب وهنا الزاويه 0 طيب ايه يقول لي ان الديسبيسمنت او يعني احنا كتبنا دي 1 2 دي 1 2 0 هتقول لي ان هو كده اتحرك في اتجاه اكس مقدار ايه؟ 2 وفي اتجاه واي بصفر واتجاه زد لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي ان هو ما اتحركش في زد لان هم متوازيين ما حصلش ترانزليشن كده هتقول له صفر. هقول لك ده بالنسبه للموضوع ده بس كانت حاجه ان الزاويه الثيتا هنا بصفر لكن تخيل ان الزاويه الثيتا دي ضرب تمام؟ فبالتالي هيكون عندك اكس وواي كده اكس 1 واي 1 هنا انت كده اللينك ده بقى اهو الزاوية 6 وبعد ده كده وصلت هنا ب x 2 y 2 وبالتالي الأساسيات بتاعت x 2 y 2 ده الديسبيسمنت اللي حصل في الفريم 2 في حالة دوران ده بقت متغيرة هيبقى عبارة عن ايه؟ بقت عبارة عن ديتا زي ما هو هتبقى أحداث x بالنسبة للديسبيسمنت مش هيكون ايه بس؟ هيكون عبارة عن ايه؟ شيء كوساين كوساين سيتا 2 صح؟ طيب احداث واي هيكون ايه ساين واحداث زد زي ما وصل تمام يبقى بتاعت الديسبيسمنت عشان تجيب الديسبيسمنت ايه تعمل اسقاط على ال تعمل اسقاط للروبوت في اتجاه المحور اللي هو اكس واي او الاتجاه البلان اكس واي تمام فدي تسقط تعمل اسقاط كده مثلا هيكون محور التعامل عندك هنا كده فانت مش شايفه وهنا كده فانت مش شايفه تبدا ترسم الجيم هيظهر لك كل اللينكس وطول الحقيبه صح؟ طيب ده في الحاله دي لما احنا حطينا في الحاله دي كان ظاهر ان احنا عندنا انتقال بس في محور اكس لكن لما اللينك ضرب بزاويه سيتا لما اللينك ضرب هنا بزاويه سيتا ظهر لنا ان في انتقال في اكس وواي طب الانتقال ده هيكون فانكشن في ايه؟ فانكشن في سيتا وطول اللينك وبالتالي هيكون عباره عن ايه كوساين سيتا في اتجاه اكس وايه ساين سيتا في اتجاه واي وصفر في اتجاه زد اللي احنا عرفناه من هنا وبالتالي خلاص احنا محتاجين بقى كده او نكتب ترانسفورميشن ماتريكس هنا على طول عشان ما نحتاجش ان احنا نمسحها تاني اتش 1 2 كوساين سيتا 2 ثالث ساين سيتا 2 صفر لا هنكبر شويه عشان المكان مش مكان مش هنكبر اتش 1 2 0 صفر 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 واحد هنا هيكون A2 كوساين سيتا 2 A2 كوساين سيتا 2 صفر أنا هحط البوزيشن ماتريكس اللي هي كوساين سيتا 2 سالب ساين صفر 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 لا صفر صفر واحد صفر صفر ساين سيتا 2 كوساين سيتا 2
طيب كده متوقعين لا ترانسفورميشن اثنين او ثلاثة بالنسبة لاثنين. طيب هنيجي ننسى خلاص المصريين ده. معايا ثلاثة كده ثلاثة اثنين وده ثلاثة وده أربعة اثنين وده أربعة ثلاثة وده اثنين وده ثلاثة. يبقى احنا محتاجين نقرا ار اثنين ثلاثة روتيشن من ثلاثة بالنسبة لاثنين ار اثنين ثلاثة اللي هو الصغران أو الروتيشن اللي هيحصل اثنين حالة من الفريق من ثلاثة حالة من الفريق رقم اثنين ضرب زاوية ستة اثنين ضرب زاوية ستة ثلاثة. طيب احنا عارفين ان الروتيشن من 6 3 دوران هيكون حوالين محور زد فبالتالي هنحط منصوبه زد اللي هي كوسين ثيتا 3 سالب ساين ثيتا 3 صفر صفر واحد صفر صفر ساين ثيتا 3 كوسين ثيتا 3 لان الدوران حوالين محور زد متعاطفين من الاول وعارفين من الاول الدوران حوالين محور زد بيكون بالمنصوبه دي كده. طيب تيجي بعد كده تشوف هل المفهوم ده حاصل له روتيشن او حاصل له في الاساس روتيشن ولا هم الاثنين متوازيين هنا فبصيت هتلاقي ان اكس 3 نفس اتجاه اكس 2 واي 2 او واي 3 نفس اتجاه واي 2 وزد 3 نفس اتجاه زد 2 تمام. يبقى بالتالي انت كده ما حصلكش الفريم 3 مش ضايل مش في الاساس مش محطوط له روتيشن لكن الروتيشن ده ينتج عنه بس من دورات علينا كلها زد وبالتالي انت هتضرب في المصروف في الوحده هتضرب تضرب في المصروف في الوحده يعني انت حصلت لنفس نفس التريد اللي هو او لنفس المصروف يعني. طيب عايز تجيب الديسبليسمنت اللي هي دي 2 3. طيب الديسبليسمنت احنا بنعمل ايه؟ بنعمل اثبات المحور اكس واي اول حاجه بتساوي كده. هل حصل في ديسبليسمنت في اتجاه زد؟ لا لانه ما طلعش اتجاه زد هو ماشي على كده ما طلعش قدام ولا راجع ورا فقلت لك الديسبليسمنت في اتجاه زد صفر. عايزين نجيب الديسبليسمنت في اتجاه اكس واي تعالى نعمل اسبارت فانت اسبارت هيظهر لك كده الجين دي هتبان منها كدايه كده وهيبقى لك اكس 2 وواي 2 صح؟ اهو اللي كان تسكت عامل كده على السبوره فانت هيظهر لك كل حاجه كده الاسبارت دي هتبان على دايره اهي وهيظهر لك واي 2 وهيظهر لك اكس 2 هيظهر لك كل اللينك اللي احنا هنسميها مثلا اي 3 تمام. يبقى دي اللينك اهو ادي اللينك اي 3 كده يبقى انت وصلت للاحداثي اكس 3 واي 3. طيب تيجي تبص على الديسبليسمنت هتقول ان هو عباره عن ايه 3 في اتجاه اكس و وصلت في اتجاه واي اقول لك بس انت لحد الان ما حصلش دوران لكن لما الزاويه مثلا ان الزاويه كام سنه ضربت نقطه معينه فبالتالي هيكون الريك ده هيكون الفرع ده هيكون من فرع ثاني مختلف كده صح؟ صح هنا واي 3 وهنا اكس 3 وهنا زاويه 6 وبالتالي الترانزليشن او الانتقال في اتجاه محور اكس عباره عن كوت دي ايه؟ هيكون عباره عن ايه 3 كوساين 6 ايه 3 كوساين 6 3 و ايه ساين 6 3 تمام؟ تمام. طيب كده خلاص جبنا مصفوفه الروتيشن جبنا مصفوفه الديسبليسمنت يبقى نجيب مصفوفه بنعمل من نكون مصفوفه ترانسفورميشن. هنكون مصفوفه ترانسفورميشن اللي هي 2 3 تساوي أول حاجة ده الجزء بتاع السكيل فاكتور اللي هو صفر 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 واحد. طيب إيه كمان؟
ده جزء السبيس ميد احنا ممكن نبدا بيه ان هو بلس هو عباره عن ايه كوساين سي ايه كوساين ايه 3 كوساين 6 3 وايه 3 ساين 6 3 وصفر يبقى ايه 3 كوساين سيتا 3 وايه 3 ساين سيتا 3 وصفر. طيب الجزء بتاع الترانسفورميشن او الروتيشن قصدي هيكون من 4 2 3 هنحطها في الجزء ده يبقى هيكون ساين سيتا 3 ساين سالب ساين صفر صفر واحد صفر صفر ساين سيتا ثلاثة ساين سيتا ثلاثة. طيب يبقى مسقوط الترانسفورميشن راجع على ورق سريع مسقوط الترانسفورميشن بتتكون من جزء روتيشن وجزء ديسبيسمنت ده سكيل فاكتور. السكيل فاكتور عشان نخليها مسقوطة مربعة ولا مش بس معانا في أي حاجة الجيل بتاع الروتيشن فانت بتجيب اللي هي مثلا لو هي اتش دي ثلاثة يبقى انت هتجيب ار دي ثلاثة تمام نحطه هنا. فار دي ثلاثة كان عبارة عن دورات وعليه محور دوران حوالي محور زد وبالتالي مصفوفة دوران حوالي محور زد الجزء الديسبيسمنت واحنا وضعناه ودي كانت مصفوفة الديسبيسمنت. طيب ايه اللي انا جبته هنا؟ انا جبت اتش صفر ثلاثة. طب هو ايه اتش صفر ثلاثة؟ اتش صفر ثلاثة اللي وضحنا ان لما الجوينت دي تتحرك والجوينت دي تتحرك والجوينت دي تتحرك مش تتحرك معناها انها تمشي في مكان تدور يعني تدور ولو كانت لينير جوينت فهي تتحرك يعني تمشي اكس او واي او زد تمام؟ الاند افكتور هيكون فين؟ يعني انت مثلا تخيل ان ده كده ده اللينك رقم واحد وده اللينك رقم اثنين وفي واحد كمان وفي لينك في لينك كمان هنا مش عارف عبارة عن انا جاي كده او خلينا كده مثلا محتاجين ده كمان او خلينا كده ده كمان لينك وفي لينك فيكتور متصل هنا في الاخر يعني طيب لو ده كده كان في الصفر بتاعه ده في الصفر بتاعه وده كمان في الصفر بتاعه بس ده متصل بيه تمام. طيب انا ده هنا كده وده متصل ببعض لما ده الزاويه اتحرك الزاويه كده فده هيمشي كده صح؟ صح. وده كان متصل معاه هيمشي كده. طيب احنا جينا مشينا ده خليناه يلف فده بيلف كده صح؟ الزاويه بتاعته اهي بيلف كده فده ما يلف ممكن يلف ده يجي كده وبالتالي الاند افكتور عشان هو كان متصل بديه فهو كمان هيكون اتحرك. فاحنا عايزين نعرف البوزيشن الوسط فين؟ فالبوزيشن احنا نعرفها ازاي؟ عن طريق ان احنا نضرب اتش صفر واحد واتش واحد اثنين واتش اثنين ثلاثه اربعه بالشكل ده كده. وبالتالي انت لو قلت لي ان الطول بتاع اي واحد ده مثلا بكذا سم وده بكذا سم وده كذا سم اي كام سم او متر او اي حاجه وقلت لي الزاويه دي اتحرك مثلا هنا ب 20 هنا مثلا 30 هنا 50 وجيت بعد ما ضربت الثلاثه المتريسين دول في بعض هيطلع لك ماتريكس كبيره جدا فان انت عشان احنا نضرب هنا على السطوره هيكون صعب جدا لان انا هاخد مساحه كبيره لكن اسهل انك مثلا تضرب عن طريق سوفت وير او حاجه يعني مثلا تصمم برنامج بيضرب مواصفات وتضرب ثلاث مواصفات في بعض فهيطلع لك مواصفات كبيره. طيب مواصفات كبيره جدا هتلاقي فانكشن في سيتا 3 فاهم فانكشن في سيتا 1 سيتا 2 وسيتا 3 واي 1 واي 2 واي 3 هتعوض الارقام هيوضح لك البوزيشن اللي انت وصلت له. ممكن اجي هنا خلصنا الفورورد كاينماتيك بالطريقه الاولى للروبوت بيتكون من ثلاث ديجري اوف فريدم في جوينت تويستنج دي جوينت ريفيو دي جوينت ريفيو وده الاند افكتور. في طريقه ثانيه للفورورد كاينماتيك هناخدها بس هناخد مثال ثاني على يعني ان شاء الله مثال ثاني في فيديو ثاني على روبوت بيتكون في لينير جوينت وفي ريفيو جوينت ان شاء الله. وبكده يكون خلص السيشن الاول في جزء الكاينماتكس ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.